بصي انا عامله لك ليست بالناس اللي هنبعت لهم الشكر بكره الصبح، يكون كل الناس دي مع بعض. اهلا. بلغي نديم ان انا موجوده. انت مش جيتي العزاء وعملتي الواجب وقال لك شكرا؟ لو سمحتي قولي له ان انا هنا. اصله خرج قدامه قيمه 5 6 ساعات كده. تحبي تقعدي تستنيه ولا مستعجله؟ انا عمري ما شفت غتاته كده. يا فندم. لا سمعتي، واذا كنت ما سمعتيش هعيدها لك تاني. والله ما انا عارفه اقول لك ايه. هو انت يا تحطي ايدك في جيبي وتسرقيني، يا تقلبي سحنتك بالمنظر ده وتتعدلي معايا بدل ما تندمي. والله بالنسبة لسحنتي زي ما سيادتك شايفة كده عندنا حالة وفاة. أما عن الندم بقى، أنا متعودتش أندم. وبعدين يا ستي أهو اتفضلي جيب لك حاجة تشربيها. حلو كده؟ سحنتي اتفردت؟ هو أنت مش وصلك الإيميل وعرفت إنه الكامبين اتلغت اللي الكل باصص لنا فيه ده؟ عايزة إيه تاني؟ طب ما تقولي لنفسك، ولما هو كده مواربة الباب ليه؟ ما تقفليه. هو ده اللي مزعلك. ماشي، من عينيا الاتنين هقفل الباب، بس مشيلي ايدك احسن يقفل على صوابعك وتقولي اي. في ايه يا رامي؟ عمي فهمي قاعد هنا ومستنيكي، والمحامي بتاعك كمان، وزي ما يكونوا متفقين ان هم يتقابلوا هنا. على حسب علمي انت ما تعرفيش او تعرفي وما قلتليش. طيب انا شويه وجايه لكم. دخلوا اي مكتب ومحدش يلت معاه كتير. يلا باي. ناقصه انا اعرف على الصبح لو سمحت. ممكن اسالك على حاجه؟